النهارده عايز اكمل الكلام على الاقتصادويه والعملويه وعلاقتهم بتاسيس الحزب الثوري. في درجه من درجات الاقتصادويه بتقوم على المشاركه في النضال الاقتصادي للطبقه العامله، و بتدعو في نفس الوقت الطبقه العامله لبناء حزب، وحتى بتدعو لاهميه بناء هذا الحزب. وطبعا يعني من وجهه نظر مهدي افضل اشكال الاقتصادويه، لانها بتتكلم على ضروره بناء الحزب واللي يعمل ده الطبقه العامله. انا عايز اطرح كذا نقطه هنا مهمه، انا شايفها قد تكون نقاط دقيقه بس بتفرق جدا في المنظور. اولا لازم نحدد الحزب اللي احنا بنتوجه للطبقه العامله ونناشدها انها تبنيه ده. هل هو حزب عمالي واسع بيمثل الطبقه العامله ككل وبيحاول وبيسعى الى تمثيل شرائحها المختلفه بالمزاج المختلف والوعي المختلف بتاع شرائحها المتعدده، ولا لا؟ بمعنى هل النموذج اللي احنا بنطرحه على الطبقه العامله ان هي تعمل الحزب ده نموذج حزب العمال البريطاني مثلا، طبعا في افضل حالاته التاريخيه، مش بتكلم على انحطاطه الكامل الان. هل ده مهم جدا انه يتقال. فهل احنا بالمعنى ده بنشارك مع الطبقه العامله في نضالها الاقتصادي وفي نفس الوقت بندعوها الى بناء حزبها الاصلاحي؟ لازم يتوضح. انا شخصيا ضد ده، لانه انا شايف انه المهمه اللي علينا دلوقتي كاشتراكيين هي ان احنا نعمل على بناء حزب اشتراكي وثوري وعمالي، وان ننغرس في الطبقه العامله، بمعنى انه لازم ننشر الافكار الاشتراكيه في صفوف الطبقه العامله، ولازم نجتذب كوادر سياسيه ثوريه من الطبقه العامله. فالحزب ده اللي احنا بنطرحه لو هو الحزب الثوري، حزب العمال الثوري، وبنطرح المهمة دي على الطبقة العاملة، يبقى ما بنطرحهاش على الطبقة العاملة بس. يعني ما نقدرش نقول ان احنا دلوقتي بنناضل مع الطبقة العاملة في مصنع ما على مطلب اقتصادي ما، وبنطرح عليها بناء حزبها الثوري، لان السؤال على طول طب انت بتعمل ايه كثوري؟ يبقى هل مثلا نقول وان علينا بناء الحزب الثوري؟ لانه ده مش مطروح على الطبقه العامله واحنا كثوريين منتظرينها تعمل ده بنمارس فقط لا غير وبنتماس معاها فقط لا غير في النضالات الاقتصاديه. والحزب الثوري العمالي مش هيبقى عمال بس. ولذلك يبقى مش دور الطبقه العامله هي اللي هتعمله، انما بالتاكيد لو الحزب اللي بيدعي انه اشتراكي وثوري لو انه مش حزب عمالي يبقى فشل في مهمته التاريخيه. منظورنا السياسي ككل بينطلق من نظره مزدوجه للطبقه العامله، مش نظره احاديه. الطبقه العامله بالنسبه للماركسيين هي الطبقه الثوريه الحقيقية القادرة على قيادة المجتمع ككل لكسر النظام الرأسمالي وبناء نظام يقوم على المساواة وإلغاء الملكيات وسائل الإنتاج، وإن العمال هم اللي يديروا الإنتاج لصالح الشعب. وفي نفس الوقت إحنا بنقول أن الطبقة العاملة الآن هي طبقة مستغلة وهي طبقة مضطهدة وطبقة مقهورة. فيبقى أنه علينا دايما نبقى شايفين أن هي الآن مقهورة، الآن مضطهدة بما فيها كل التشوهات الوعي والفقر ومثالب الفقر ومساوئ الفقر اللي موجودة في الطبقات المضطهدة، وفي نفس الوقت بنتعامل معها أنها أيوة هي دي الطبقة الوحيدة القادرة على قيادة المجتمع. الفجوة اللي في النص هو ده دورنا. إحنا ما بنبصش على الطبقة العاملة إنها طبقة فقيرة وغلبانة يا عيني. إحنا ما بنبصلهاش منطق إحنا أبناء الطبقة المتوسطة اللي
هنخدمهم وهنساعدهم وممكن نلم لهم تبرعات. احنا ما بنبصش للطبقه العامله انها ضحيه، احنا ما بنبصش من المنطق الانساني الحنون ده، لان هو منطق نخبوي. احنا بنبص للطبقه العامله انها قدره من خلال نضالاتها ومن خلال تنظيمها لنفسها ومن خلال وعيها بمصالحها التاريخيه وعيها بقدراتها بانها تقود هذا المجتمع. احنا لازم نشارك في الصلة دي، احنا لازم نشارك في الانتقال ده، طبعا على حسب حجمنا. اذا احنا قادرين نعمل مقالات صغيرة، كتيبات فيها افكارنا ونوزعها، يبقى نعمل ده. اذا احنا قادرين نشارك في النضال نفسه نعمل ده، اذا احنا مغروسين في احياء عمليه نعمل ده، اذا احنا قادرين نكون لجان عمليه يبقى نعمل ده، هو على حسب قدراتنا. وفي كل ده لازم نكون حاطين في ذهننا انه ايوه الاشتراكيه هي غريزه الطبقه العامله، وانه الافكار الاشتراكيه هي بلوره هذه الغريزه. الغريزة لوحدها لا تكفي، والغرائز لوحدها، حتى كلمة الغريزة نفسها لا تكفي، بمعنى انه التعبير عنها تعبير غير متبلور وغير قادر على جذب الاخرين. ومن هنا بتأتي اهمية الثوريين واهمية المثقفين الثوريين. والمثقف الثوري الماركسي الاشتراكي ممكن يبقى طالب، ممكن يبقى كاتب صحفي، ممكن يبقى مدرس، وممكن يبقى عامل قادر يعمل ده، قادر يقوم بمهمة التدريس للآخرين، مهمة شرح الأفكار الاشتراكية. هو ده العامل الماركسي، ده العامل الاشتراكي الثوري. احنا كثوريين مثلا بوجه عام، وكاشتراكيين بوجه خاص، بناخد أفكارنا الاشتراكية وبننقلها في كل مكان بنروح. يعني الاشتراكيين في الجامعة بيروحوا بيحاولوا وبيعملوا على نشر الأفكار الاشتراكية. الاشتراكيين في أحيائهم بيعملوا على إنه يكلم صديقه وجاره يمكن وكذا. السؤال ليه بنيجي عند الطبقة اللي احنا بنقول إن هي دي الطبقة اللي غريزتها الاشتراكية ونقف نقول لا ما تتكلموش في الاشتراكية مع الطبقة العاملة، ما تتوجهوش سياسيا للطبقة العاملة. لازم الطبقة العاملة لما تتوجه لها تتوجه لها على أساس الخطاب الاقتصادي الموجود دلوقتي مثلا. في نفس الوقت كمان ما ننساش حاجة إن ده في تعميم على الطبقة العاملة. لما نقول إن كل الطبقة العاملة ها وعيها اقتصادي دلوقتي وإحنا ما نقدرش نتوجه لهم سياسيا، ليه؟ الطبقة العاملة ككل ما فيهاش شباب زي الفل شارك في ثورة يناير مثلا. يعني هل معقول حد يقول ده؟ هل الشباب العمال اللي شاركوا في ثورة يناير دون عن الشباب الآخرين كلهم دول مش عايزين يقروا؟ اهو يعني عشان بس تصدقوا لما انا بقول انه الطريقة الاقتصادية في التوجه للطبقة العاملة فيها بخس بحق الطبقة العاملة. لازم نبقى فاهمين انه الطريقة الاقتصادية في توجه للطبقة العاملة والامتناع عن تقديم الأفكار الاشتراكية بيمنع الطبقة العاملة من إنها تتبوأ دور القيادة. إحنا مش عايزين العمال ياخدوا مرتباتهم اللي هي اللي شركاتهم أصلا بتمنعهم من إنهم ياخدوها وفقط. إحنا عايزينهم وبنساند في ده في ان هم ياخدوا الحقوق دي علشان النضال نفسه والصراع نفسه بيوريهم قوتهم وبيقويهم لانه بيتعلموا منه دروس وفي نفس الوقت بيتنظموا بشكل اكتر. بس احنا بالنسبه لنا الطبقه العامله مش ده دورها في التاريخ ولا ده اللي احنا منتظرينه منها. احنا منتظرين ان هي تقدر تشد وراها المضطهدين في هذا المجتمع عشان نعمل مجتمع جديد. وده ليه شقين. واحد انها لازم تقنع المضطهدين بان هما يسيروا وراءها، والشق الثاني
هو انها يكون عندها القدرة انها تشدهم وراها. طول ما العمال مركزين على الوعي المصنعي والنضال المصنعي مش هيقدروا يشدوا المضطهدين اللي في هذا المجتمع، ولا الفقراء هيتشدوا وراهم. طول ما الطبقة العاملة مش رافعة لواء المساواة ما بين الناس، بمعنى الوعي الاشتراكي، رفع اللواء الاشتراكيه، مش هتقدر تشد وراها مش بس الفقراء، الفقراء والستات والمضطهدين دينيا، المسيحيين والشيعة في مصر. فهنا الانتقال من الوعي المصنعي اللي هو ما بيغيرش وما ما بيفتش في اسس النظام الراسمالي، ليه القدرة على قيادة المضطهدين في هذا المجتمع لكسر النظام الرأسمالي، هو ده التحول من النضال الاقتصادي إلى النضال السياسي ضد الرأسمالية. وبالمنطق ده العامل الثوري من وجهة نظرنا مش هو النقابي المخلص، لا، هو فعلا الأقرب إلى البطل الشعبي، هو الأقرب إلى صوت المضطهدين جميعا، هو العامل الواعي طبقيا مش الواعي مصنعيا. وفرق كبير قوي، واعي طبقيا يعني يعي ويرى بشكل واضح الصراع الطبقي في المجتمع ككل، شكل الحكومة، الأشكال التمثيلية، مصالح الطبقة العاملة فين في داخل التركيبة المجتمعية دي ككل، وما العمل الآن، ويقدر يشد على ده مش بس باقي زملائه العمال بس كمان المضطهدين ككل. ما نساندش النضال الاقتصادي على الإطلاق. النضال الاقتصادي يجب أن يكون من وجهة نظرنا معركة في غاية الأهمية للعديد من الأسباب. واحد، إن احنا عايزين الطبقة العاملة تنتصر في كل المعارك. اتنين، عايزين نربط ما بين النضالات المختلفة في هذا المجتمع، بمعنى عايزين الطلاب كمان يشاركوا في التضامن مع الطبقة العاملة في النضالات، وعايزين نقنع النساء المضطهدات إنه نضالهم ضد اضطهادهم مرتبط بنضال الطبقة العاملة ضد الاستغلال. وكمان بالنسبة لنا النضالات دي يجب أن نعمل على أن تكون مدارس الاشتراكية زي ما الكلاسيكيات الاشتراكية بتقول. هي مش بس فرص لتقوي الطبقة العاملة من خلال أنها بتنظم نفسها بشكل أقوى، لا، دي كمان فرص لنشر الوعي الاشتراكي، فرص لإبراز السياسة، مش فرص لإبراز الاقتصاد، فرص لربط هذا النضال المصنعي بكافة التشكيلة الطبقية في هذا المجتمع، وببث الأفكار اللي بتتبني على محورية دور الطبقة العاملة في خلق نظام جديد يقوم على المساواة. مهمتنا احنا كثوريين هو ليس فقط التضامن، ولكن نشر الوعي الاشتراكي. مهمتنا هو نشر الأفكار الاشتراكية، مهمتنا هو جذب أكبر عدد ممكن من العمال للأفكار الاشتراكية وخلق كوادر ثورية. شكراً.